اليوم باستضافة فعاليات سياسية وأكاديمية وحقوقية ومهنية ونقابية لنتقاسم المعرفة ونتداول في إحدى أهم الموضوعات المجتمعية لبلادنا. فعاليات حقوقية وسياسية ونقابية ومهنية غنية عن التعريف، تزخر مسارتها بالعطاء والالتزام الخلقي والفكري والعملي تجاه قضايا المرأة عموما والمرأة العاملة على وجه الخصوص. ولا يشك واحد منا بأن موضوع المرأة العاملة في بعديه الحقوقي والقانوني يحتاج إلى نقاش عمومي متواصل وإلى إرادة سياسية ثابتة وإلى سياسات وبرامج تؤطر الفعل السياسي والمدني والنقابي والمهني متوافق في شأنها. اخترنا لهذا البرنامج شعارا أحبك يا وطني. هذا الحب الذي يعد مفتاح الأمل والإطار الموجه. كما اخترنا لهذا اللقاء عنوانا المرأة العاملة مقاربة حقوقية وقانونية، لتعود من الذاكرة لاستحضار الحصيلة الحقوقية والقانونية ببلادنا في أبعادها الكونية والوطنية. إنها حصيلة تسائلنا كل يوم في ارتباط مع الواقع والميدان، وتواجهنا كلما خضنا في استجلاء عناصر الموضوع مجموعة من التساؤلات. زهرة محسن، اتحاد المغربي للشغل، مناضلة داخل اتحاد المغربي للشغل وبرلمانية على فرق الاتحاد المغربي للشغل. اليوم في داخل مؤسسة الفقية التطواني كانت فرصة للمناقشة والوقوف حول المرأة العاملة بين مقاربة حقوقية قانونية، مدى المكتسبات التي يخول لها القانون، مدى الحقوق اللي قدرت تحصل عليها، ومدى المعيش اليومي اللي كتعيشو هاد المرأة العاملة. وكان نقاش في الواقع من رفيع جدا، كانت فيه أفكار متكاملة متقاربة جدا، ولكن فيها الاختلاف بحكم أن كان فيها الأكاديمي، كان فيها النقابي، كان فيها صاحب العمل رب العمل، كان فيها كذلك السياسي. وبالتالي المقاربات كانت فيها من التي يكون فيها اختلاف تيكون فيها غنى، وبالتالي تيكون فيها اقتراحات اللي كانت هامة من زوايا مختلفة. ناقشت الحقوق اللي هي انها كاينه ترسانه قانونيه عندنا مهمه جدا، وبالتالي كاين تراكم على المستوى القانوني وعلى المستوى الحقوقي واللي تنعتزوا به كمغربيات وكمغاربه، ولكن على مستوى التنفيذ كنقابه ديال اتحاد المغربي للشغل كنا ديما تنقولوا ان مزيد من المكتسبات ضروري، اننا الحد ادنى الاجور مازال ما وصلناش، مساواه في الاجر مازال ما وصلناهاش، ظروف عمل ملائمة فيها مشكل مطروح، سواء العاملات الفلاحيات، سواء العاملات داخل المصانع، سواء كذلك نسب الشغل للمرأة جد متدنية بل في تراجع. هذا كله يحيلنا على عمل أكبر، كل من زاويته، المشرع من مكانه، السياسي من مكانه، النقابي من مكانه، رب العمل كذلك من مكانه. يجب تضافر الجهود لأن المغرب عنده التزامات دولية وعنده أجندة وطنية، سواء في ما يتعلق بالوصول إلى أهداف التنمية 2030، ولا في التزاماتنا كبلد أننا تكون عندنا تنمية ويكون عندنا اقتصاد ويكون عندنا انتعاش اقتصادي. وبالتالي المحدد التمكين الاقتصادي سواء المرأة أو الرجل هو ما هو اقتصادي، وبالتالي يجب أن تكون سياسات عمومية وتكون استثمارات مواطنة والشركات صديقة لحقوق النساء والإنسان حتى يكون مجتمع متسعا للجميع. أنا مالية عن جهة العيون الساقية الحمراء ورئيسة تجمع الشباب بالبرلمان الإفريقي. تشرفت اليوم بحضور ندوة من تنظيم مؤسسة الفقيه التطواني حول موضوع المرأة العاملة مقاربة حقوقية وقانونية، وبسطت في مداخلتي دور المملكة المغربية في تعزيز أدوار ومكتسبات التي حققتها بلادنا من خلال التزامها ووفائها
بالاتفاقيات الدولية لحماية حقوق المرأة، بالرغم من أنه لا زال أمامنا مسار طويل. اليوم كانت مجموعة من الأخوات تحدثنا عن واقع المرأة العاملة، لذلك لازلنا نحتاج للمزيد من الجهود وعمل مؤسسات الدولة والبرلمان والحكومة لاحترام حماية حقوق المرأة. كذلك لا يمكننا أن نعمم هذه النظرة السوداوية. تحدثنا كذلك عن ما حصدته المرأة في عهد جلالة الملك محمد السادس الذي ما فتئ ينوه بدور المرأة وبالاهتمام بالمرأة، لأن احترام حقوق المرأة من قوة وحداثة المجتمع. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.